علاقة بهذه الجلسة السيد رئيس جلسة ديال السياسة العامة في 23 نوفمبر طرحنا نفس السؤال حول المنظومة التعليمية ترفض من طرف المكتب. أنا عارف الإحراج السيد رئيس الحكومة، الإحراج هو أنه المكتب كيدير ما بجهده باش يكون واحد النوع من التنسيق مع الحكومة، وهذا الشيء ما عندنا فيه حتى شي إشكال، ولكن أرجوكم عندنا الدستور كي خصنا نحترمه، كاين قرار ديال المجلس الدستوري خصنا نحترمه، ما كانش اثنين كيوافق نديروه نهار آخر، ما كانش كيوافقكم بشي هذا، ولكن شو اسمع لي سيد رئيس الحكومة الله يحفظكم، دابا حنا ما عرفنا شنو من هنا في هذه الدورة الجاية في المنتصف بعد المنتصف، ديروا لنا برمجة كما درتوا البرمجة ديال المنتديات الجهوية بالمناسبة، موراها مباشرة بعد يومين كديروا لنا اللقاء ديال اللقاء الشهري، حنا ما عندنا حتى مشكل، غير ديروا لنا برمجة من فضلكم السيدات والسادة النواب خلوا السيد الرئيس يكمل، ديروا لنا برمجة السيد الرئيس ديال جلسات ديال رئيس الحكومة مع البرلمان، ديروا لنا جدولة كانت اثنين أو غير الاثنين باش نخرجوا من هذا الحرج، لأن عندنا حرج كبير، واش نمشيو لفصل 42 من الدستور نحكموا جلالة الملك، واش أننا نبقاو نضغطوا بطرق ملتوية على المكتب، حنا عندنا الحرج كنعرفوه بأنكم السيد رئيس أمين العام ومن نفس الحزب رئيس مجلس النواب ومن نفس الحزب كذلك الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، رفعوا علينا هذا الحرج وعطينا واحد الجدولة. شكرا. شكرا. سي غيات واخ بلاتي يا سي غيات